My name is Abdelmoued Hurez from Jordan in Sharj, and Usul al-Fiqh and the other subjects called the international. هذا اللقاء الحقيقة العالمي العلمي العلمائي ويعتبر اجتماع نوعي ولذلك تجتمع فيه العلمية والعلماء من شتى بقاع الأرض وهي فرصة عالية غالية واستغلالها العلمي تلاقح الأفكار في فيها العالم يتكلم عن الإسلام كلاما غير حقيقي بيان الإسلام وبيان صورة الإسلام لنعلم طبيعة وطبيعة الواقع نريد أن نبحث وندعو الناس إليه. نعم جزء من الإجابة الأول نعم العالم الإسلامي والإسلام هو قادر على حل مشاكل العالم وقادر على تقديم النموذج الوسطي المعتدل الرائع قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى قدمه مرة للعالم بالإيمان الحقيقي العالم